أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب؟ يدخل الجنة لكن قد يعذب ببعض سيئاته ويحاسب. هو ما يترجح حسناته على سيئاته إلا بالحساب. أما الذين يدخلون الجنة بلا حساب فهؤلاء ليس لهم سيئات، كل أعمالهم حسنات، ليس لهم سيئات حتى يقال رجحت. ففي فرق بين من ترجح حسناته على سيئاته ومن ليس له سيئات، إنما أعماله كلها صالحة وصافية. نعم.